سواء كنت تلميذا أو ولي أمر التلميذ، الأم أو الأب تابع جيدا، وكيف ستساعد ابنك على إنجاز هذه المراقبة المستمرة ومساعدته، كيف سيتعامل مع الفروض القادمة إن شاء الله. بالنسبة لهذه الدورة الثانية غنبقى نعطيهم أعداد عشرية، يعني فيها وحدات وعشرات، والجمع بينهما أكتب الأعداد الممثلة ثم أقارن بوضع الرمز المناسب مكان النقط. هنا دايرين شنو؟ دايرين الوحدات، نقربها شوية هنا، الوحدات العشرات، الوحدات تحسب شحال كاينة، واحد اثنان، نكتبوها اثنان، العشرات عندنا غير دائرة واحدة، إذن أضعوا واحد، كنقراوها اثنا عشر، اثنا عشر. ثانية الوحدات واحد، العشرات واحد، إحدى عشر، إحدى عشر. ثالثة واحد اثنان ثلاثة أربعة، أربعة في الوحدات، أربعة في العشرات، كم؟ نعم اثنان، أربعة وعشرون، أربعة وعشرون. في الأخير الوحدات كم عندنا؟ ها كم؟ صفر، عندنا حتى وحدة، صفر، إذا سنضعوا صفر. في العشرات هنا واحد اثنان ثلاثة، ثلاثة، إذا ثلاثون، ثلاثون، ثلاثون. فهمتوا دابا؟ نبسط لكم مزيان باش التلميذ اللي كان حاضر او ولي الامر ديالو عطيه اللوحه وعطيه هذا العدد، هو كيفاش يبقى يحسب 10 زائد عدد فردي، عدد فردي صافي، 10 زائد 1 كم تساوي؟ ها 10 هي عندنا هنا والواحد اللي غادي نزيدوها، شنو كنديروا؟ كنحيدوا الصفر، سهله، وريه له بالطريقة، كنضيفو الواحد هنا بلاص صفر، كنردو الواحد هنا صافي. إحدى عشر، عشرة زائد اثنان كم تساوي؟ نحيدو الصفر من هنا، قولو بحال كم، وريه له بحال كم، عطيه اللوحة وريه له بحال كم، كنضيفو كنبلاصيو الصفر بالاثنان، اثنا عشر، اثنا عشر، عشرة زائد ثلاثة، حيد الصفر دير بلاصو ثلاثة، ثلاثة عشر، ثلاثة عشر، عشرة زائد أربعة تساوي أربعة عشر، نعم، عشرة زائد خمسة تساوي خمسة عشر، عشرة زائد ستة كم تساوي؟ ستة عشر. ان بالنسبه لهذا الاعداد كاين التلاميذ الاطفال الصغار يعني ما استوعبوهاش، ما فهموهاش، انت عطيتهم بهذه الطريقه، والعديد من الاطفال وريناهم هذه الطريقه هذه هي ولاو كيعرفوها مزيان، ولا عندهم هذه الاعداد ساهله في الحساب، 10 زائد اي عدد ولا عنده سهل، يعني 10 زائد 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد 7 8 9 عنده سهله ولا سهل بهذه الطريقه استوعبها. نكملوا 10 زائد 7 حيث صفر ودير بلاصتو سبعة، سبعة عشر، عشرة زائد ثمانية ها كم تساوي؟ حيث صفر ثمانية عشر، عشرة زائد تسعة كم تساوي؟ حيث صفر تسعة عشر صافي. هادو خصنا نفهموهم بهاد الطريقة، هادي غادي تفهمها له وتوريها له في اللوحة وغادي يفهمها مزيان، غتولي عندو أي عدد نزيدو عليه عشرة غتولي عندو ساهلة مزيان، سهلة صافي. نمشيو للسؤال الثاني، قال لك ألون أكبر عددي بالأحمر، أكبر كبير العدد الأكبر، وأصغر عددي بالأصفر، آه بالأحمر أكبر عدد، شوفوا أكبر عدد فينا هو سيدي، شنو عندنا؟ تسعة، وعندنا تسعة عشر، وعندنا واحد وعشرون، وعندنا أربعة عشر، وعندنا ثلاثون. إذا أكبر عدد شنو هو؟ شوف مزيان، سهلة عزيزي التلميذ، انظر معي
ما هو أكبر عدد؟ أكبر عدد عام هو 30، هو الكبير، هو الكبير فيهم. إذا ألونه بالأحمر أوكي. وأصغر عدد بالأصفر، أصغر عدد شكون هو؟ فرد يكون صغير. أصغر عدد واش 14؟ لا. 21؟ لا. 19؟ لا. 9، 9 اللي بوحديتو 9. لونو بالأصفر. مزيان. أتمم الشريط التالي بإضافة العدد 2 في كل مرة. هنا شنو قال لك هنايا؟ غادي نضيفو في هاد الشريط كل مرة نضيفو 2، نضيف ليه 2 كما وريناكم في حد الفيديو اللي سبق من هذا كيف نضيفو 5 + 5 = 5 تساوي 10 + 5 = 15 + 5 = 20 + 5 = 25 سهلة. إذا نديرو 0، هنا نضيفو بالإثنان 0 + 2 تساوي 2، 2 + 2 كتساوي 4. مزيان هكاك هكاك 4 + 2 كم تساوي؟ 4 زيد 6 6 هكاك هكاك هي هذيك ابني الصغير 6 + كم؟ نزيدو على 2 كم تساوي؟ 6 7 8 8 8 8 8 + 2 كم تساوي؟ 8 ها هي 2 جوج نقاط ديما كنزيدو جوج نقاط 8 9 10 ها هي 10 10 10 + 2 كم تساوي؟ 11 12 12 هكا دير جوج نقطات هنا هذوك هي 2 قد تحسب بهم 12 + 2 كم تساوي؟ 19 14 14 حسبها هكا دير لها الطريقة هذه 14 + 2 كم تساوي؟ باش ما تغلطش كاع مرة 14 + 2 15 16 16 16 + 2 كم تساوي؟ 17 18 هاهي 18 18 + 2 كم تساوي؟ 18 19 20 20 فهمتي دابا 20 + 2 كم تساوي؟ 21 22 22 22 + 2 كم تساوي؟ 23 24 24 24 + 2 كم تساوي؟ 23 24 25 26 26 26 + 2 كم تساوي؟ 27 28 28 28 + 2 كم تساوي؟ 29 30 30 30 هاي 30. رابعا أضع الرمز التالي مكان النقط هاد العلامة هادي هي نكبرها شوية باش تبان لنا مزيان هاهي كنديرو لها هكا باش نعرفو واحد مزيان وعندنا تساوي وعندنا هاد العلامة هادي كنديرو لها هكا هادي ملي كطلع عليها بحال هكايا كتعطيك 7 وهادي شحال كتعطيك 4 إذا 7 كبيرة 4 صغيرة هادي هي العلامة ديال أكبر وهادي العلامة ديال أصغر صافي هادي تساوي أضع الرمز التالي مكان النقط إذا نبداو بهذه الأولانية عندنا ما نبداوش من هنا نقولوش 4 مع 11 لا نبداو هنا 11 مع 4 11 شنو بالك تساوي 4 أصغر من 4 11 أكبر من 4 كبيرة عليها إذا أكبر أكبر 30 مع 27 30 27 إذا 30 شنو كيبان لك إذا كتكون ساعدنا 27 عاد كتجي 28 عاد كتجي 29 عاد كتجي 30 إذا 30 كبار من 27 إذا 30 أكبر من 27 إذا أضعوا علامة أكبر 13 13 بالنسبة ل 22 13 مع 22 بين 13 أصغر صغيرة أضعوا علامة أصغر أصغر 15 مع 19 إذا 15 كتكون هي من موراها عاد كتجي 19 إذا 15 16 17 18 19 إذا 15 صغر منها إذا نديروا علامة أصغر أوكي هنايا عطينا 4 + 22 وهنا عطينا 26 باش نديرو المقارنة بيناتهم نشوفو شنو اللي كاين إذا 4 + 2 = 22 كنديرو 22 هاهي 22 في الدماغ 22 ونزيدو على 4 إذا 22
أربعة النقاط تاعهم هما هادو 22 23 24 25 26 ها 26 مجموعة هذا 26 26 مع 26 متشابهين إذا كيتساووا إذا تساوي 20 نقارنوها مع 2 زائد 18 18 هاد جوج نقيطات ديال جوج أي ها تعلموا بحال كديروا النقيطات 18 نزيدوا على 2 18 19 20 إذا هاد المجموعة هذا هو كيساوي لنا 20 إذا هاهي 20 مثلا ها 20 مع 20 تساوي متساوية إذا كتساوي 20 تساوي 20 خامسا ورتب تصاعديا الأعداد التالية تصاعديا شنو هي غادي وكنصعد يعني من الأصغر إلى الأكبر غادي وكنصعد غادي وكنطلع الفوق فوق شي حاجة كبيرة يعني من الأصغر إلى الأكبر تصاعديا في حين أن العكس ديالها شنو هي هي تنازليا تنازلي غادي وكتنازل لتحت كنزل لتحت يعني من الأكبر إلى الأصغر دابا هنايا لا هذا تصاعديا إذا من الأصغر إلى الأكبر نشوف أصغر عدد فينا هو أصغر عدد أصغر عدد عندنا 5 عندنا 11 عندنا 30 عندنا 22 عندنا 14 إذا أصغر عدد شنو هو هو 5 5 هاهي العلامة شتوها معايا مزير هاهي نديرو لها كويا شنو كتبان لك 4 إذا هادي أصغر 5 أصغر منهاش أول عدد كيتباع شنو هو هو 11 مزيان هاك بيان كيتباع اصغر من لا غيتباع دابا دوزنا هذا ها هو ديرو لوكا اللي تخدم دير له بحال هكا حاول دير له بحال هكا دير له هكا كيتباع هذا شكون اللي بقاو لنا هادو هما 3 11 اصغر من 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 14 جيد جيد حيدو تا هو 14 من من 14 اصغر من 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 من, من 22 22 22 أصغر من أخيرا هو 30 هو الكبير فيهم 30 أضع وأنجز ما يلي أنا باش ندير العملية للحساب زائد باش ديرها مرتبة حنا نديروها لك في الجدول باش تعلمها أنتم عاد درتوا ليها نيشان وعادكم درتوها أضع وأنجز ما يلي 11 زائد 17 ها 11 كنقول 11 هي 11 في الوحدات و10 في العشرات تحتها 17 سبعة في الوحدات وعشر في العشرات وكنجمعهم كنجمعهم إذا واحد زائد سبعة العدد الكبير هو سبعة إذا سبعة زائد واحد تساوي سبعة زائد على واحد هي ثمانية مزيانة كنت ثمانية واحد زائد واحد كم تساوي اثنين معروفة إذا كتساوينا 28 28 وهاد العملية تعطيهم الأبناء ديالكم ينجزوهم على اللوحة ويخدموا بهم مزيان ويتعلموا ليهم عندنا الثانية 22 زائد 6 إذا هيا 2 هيا في الوحدات 20 20 في العشرات والثانية 6 6 6 في العشرات عندنا شي حاجة ما عندنا والو إذا صفر كيبقى صفر إذا 2 زائد 6 كم تساوي؟ أكبر هو 6 إذا كتزيدو لي 2 شحال كتساوي؟ تمام تمام 8 نعم 8 8 الثانية 10 تحسبوهم بعضياتهم إذا 2 زائد 0 كم تساوي؟ ما نزيدو لها 0 ما كيزيد لها شي حاجة أي عدد كنزيدو على 0 كيبقى نفسه أي عدد نضيفه إليه 0 يبقى هو نفسه إذا 2 زائد 0 كتبقى 2 هي 28 إلى هنا يكون قد انتهى هذا الفيديو نرجو اشتراك القناة ودعمنا حتى نضيف تمارين ومراقبات مستمرة أخرى تساعدكم وتساعد أبنائكم على فهم الدروس في الرياضيات ومواد أخرى إن شاء الله دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء